برعاية بالاشتراك مع افتح باب سكر باب اطلع درج طق طق بجاب عباب الحارة في سيارة موتورها كحل الشب طيارة اسأل عنه بقولك واهي تروح على البزنس ولا ملاهي ألماني ألماني والفرنسي والشباني والهندي مش برياني أكون تبعد مكاني لا تقولي تاني ولا ماني احضر أو الهباني قدام متحمسة إنه بكرة عرسك ولك أقسم بالله لو إنه الفستان مش قدامي والله ما كنت مصدقة بس والله جنصتي لك جنصة زلمة مرتب متكتك وكريم وقد حاله هلا هو أي نعم طوله عرضه شخصيته قوية بس أقسم بالله حبيبتي أنا حطيته زي الخاتمة بأصبعي ولا شو مفهمك طمطم يا زلمة مش بس فرحان مبسوط يعني بدي أطير من الفرحة يا زلمه اليوم عرسي بعد 33 سنه يعني انا بس بستنى بهاللحظه انا هيني بالطريق رايح عند ام سوزانا بدي عشان بكره بتعرف يكونوا معجوقين فحبيت اجيب لهم اغراض الاغراض اسمع على اليمين ايوه على اليمين لا استاذ انت يمكن فهمتي غلط يمكن صار في سوء تفاهم انا بعتذر منك بس انا بقصد على اليمين طمطم عم بدور على الاغراض انت ما بتحكي معي لا انا بسيطة. اسف طمطم قلت لي حقك صديقي طمطم صديقك طمطم بسيطه بتصير شو زي قومي شوف الفستان عليك كيف عم توسخ قومي يلا عن جدك تجيب لي اللوميزين طمطم أنا جد بشكرك نقوطك هاد ما حنساه في حياتي عن جد على اليمين أستاذ عفواً أنا آسف بس يمكن صار سوء فهم آخر إيه؟ أنا بقول لك على اليمين هلأ معي على اليمين بسيطة طمطم ماشي حبيبي خلص أنا بنزل عندهم وبحكي معك باي اسمع مستحي صراحة يعني هيدا تصير مرتي يعني خلاص بحكي معك بعدين باي طمطم أستاذ أنا آسف وبعتزم اللي بدي أطلبه بس ممكن دقيقة اتفضل لا مش قصدي هلا بس أنا اليوم علي بكرة عريس أنت بكرة عرسك يا ما شاء الله الله يتمم لك على خير يا رب بعد 33 سنة اجت اللحظة فهاي الحاجات جبتها لحماتي يعني هيك حركة توقع مني بتعرف حركات عشان بكرة بكون معجوين كمان دقيقتين اطلب لانه مخلص هذا الوقت تفضل يا اخوي تفضل احط دول الاغراض بس عبين ما اروح ارجع راجع يعني 100 عشان الاغراض اللي بالصندوق ما في مشكله كل الاغراض موجوده بالصندوق وانت خذ اللي بدك اياه وهيني موجود بستناك بدي احكي لك كلمه احكي شكرا يا محترم انت والله المحترم ما تعرفتش حضرتك انا اديب والله اسم على مسمى يعني اديب فعلا شكرا بعد اذنك تفضل خذ راحتك بس اسمع الكيس هذا شكله حلو يعني خليه بلاش برضو يعني انه تحمل اشياء كتير وهيك بس ترجع بتاخذه مش مشكله يا الله شو انك شخص محترم خلص عشان يمكن ظهري ووجع الظهر صح 100% شكرا خلص خلي هالكيس معك انا اخذ الحلويات والاغراض هات الكيس هذا ولا بدك تاخذهم كلهم خلص خلي هذا خلي شكرا يا محترم حبيبي يلا بس وين حزام الأمان انت لابسه قديم بسيطة شكرا يا راقي حبيبي بستناك حاضر يلا ألف مبروك بنسي كيس تاني كمان يلا بستناك شوفي مين على الباب يا زفت منك إلها شوفوا مين على الباب يا الله يا
انت؟ اهلين يا حماتي. شو جابك لعنا؟ يعني قلت انه بكره العرس، يعني عشان مزوق جبت لكم حاجات، يعني عارفكم يمكن مش فاضيين. والله فيك الخير والله. طب انسف احطهم جوا. من بعدك حماتي. سامحك يا حماتي زعلتني، مع انه خير 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 ان شاء الله خير. وين التاكسي؟ يعني لاني غفلني مش محترم هاد. يلا بكستر خير 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 ان شاء الله. خير خير ان شاء الله يا رب ترد. شو رأي الأمر؟ هديت بس برضو هذا فعل مش منيح على فكرة انك تشوفني. لا 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 خير. انت مش لازم تصدقي بالشغلات اللي مش خرافية. خير ان شاء الله. انت اهم شيء تروحي. يا الله هديت خلاص احكي لي هلا انت ايش بدك تعمل بكرة؟ بكرة 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 انا اسعد انسان، رح اصحى من النوم فرش اسناني وبعدين اروح على خلص. بدك تجنني في تفاصيلك انت؟ قرفني في تفاصيلك. مش بالتفصيل. اوكي بكره رح اصحى واتحمم واروح على الصالون احلع وبعدين اروح اودي البدله على الخياط. طب احكي لي هلا انت بكره اي ساعه بدك تيجي تاخذني من الصالون؟ طمطم حبيبي صاحبي بكره بدي اجيب لي الليموزين. الليموزين بدي اجيب لي، بدي اجي اخذك في الليموزين. بس يجيني بجي باخذك في الليموزين. في الليموزين؟ في الليموزين. طب قول لي هيك من اول. طيب زوجتي مش عارف بدي اقول لك شيء بس بدي اجي لاني مستحي. لا اله الا الله. ايش فيه؟ باء حاء كاف. انت لسه بدك تتهجى يا الله. اسمع روح نام عشان تصحى بكير. استحت. يما جهزي لي حالك بكره في ليموزين. يا رب احلم في امي وهي بتزفني. هاتي لي ام العريس. خايف خايف اخر مره بنام على التخت لحالي. لا لازم اوسع لها شوي. صباح الخير ديبو. اليوم عرسي راح يكون احلى يوم بحياتي. اهلا اهلا اهلا. انا مبسوط كثير يعني انكم شرفتونا اليوم. 20 دينار والله كثير. غلبتوا حالكم. 20 دينار هي سوزان. هي اخر مره بتحملني حالي. فجاه اهلا اهلا اهلا. صباح خير 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 ان شاء الله خير ان شاء الله. بدي استاذن بس جاني معزيم. شو
طنطخ. الو وينك؟ هاني هاني فوق، هاني بالتنك. هي المي، هي المي قطعت ضخ مي. لوزين؟ بس عشان اللوزين. خلص عند الحلاق احسن. يلا باي. بسم الله بسم الله، مش لازم اطلع فوق. وصلت. يلا عشان الوزين، عشان الوزين، عشان الوزين. خير خير ان شاء الله، هنجيب الوزين. يعني لأن الوزين عبد المدين. ولك عريسنا 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 عريسنا. كنت راح تدعسني. ولك لا كيس اليوم عرسك يا ابو الدمديم. تطل بد تطلق يا انا هتظبط لك اياها. وين الليموزين؟ هيا هيا شوف. ليش ما جيت فيها؟ ولك جيت فيها. شوف يا زلمة تشوف محلاها. وينها؟ شوف هيا الدمديم ركز معي. هيا 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 هيا. يمكن عشان الشامبو عشان الشامبو. مبسوط مبسوط مبسوط. كيف كيف هي طلع محلاها يا زلمة. وين تكملتها؟ هي هيك بتيجي هيك بتيجي. شو زي رح تزعل هيك؟ انت بتفهم بالسيارات قدي؟ تفهم؟ شو زي رح تزعل؟ تزعلش بتزعلش، من جوا بتجنن، من جوا وسيعة غير عن برا. خير خير كفيكم كفيكم خير انبسط. يلا عرسك اليوم. ولك عرسك عرسك يا عريس يا عريس. شو زي رح تزعلش تزعلش اركب اركب. شو زي رح تزعل؟ انا اعطيتك 13 دينار وخمة. خلص بقول لك صرفتهم ال 13 عريس. ابو الدباديب ضروري تنزل هون معلم ضروري. يعني كانه حاسه بعيد شوي. اي سامعيها 600 700 متر بتتمشى معلم. انا ضروري عندي شغل بالسياره كثير معلم. سامع صوت طقطقه البواجي تهرب بنزين السياره على اساس لموزين. لا 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 بس انا بملك لك اياها معلم وبظبط لك وبجيك. انا جيك هني من لابس ومرتب. هاي شوف القميص. مش لازم ازعل انا، مش لازم ازعل. خلص ما توسخ حالك انت وانا قدام بسيط. انا مبسوط. ولك عرسك ابو الدباديب. ولك اليوم عرس ابو الدباديب. ابو الدباديب خبطها. الحزام الحزام اللي انا بفك لك اياه يا زلمه ان شاء الله. يلا سلام 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 ابو الدباديب. شوف شو مالها السياره يا زلمه. يا قصدي على هالحظ يا زلمه. فوق باني جبتها وعملت وسويت. يعطيك العافية يا عمي أبو عبدو. أهلا أهلا. ولك قديم. ولك كيفك يا قديم؟ مبسوط مبسوط وفرحان يا حبيبي. ليش فرحان احكي لي؟ يعني لأني اليوم عرسي عمي أبو عبدو. اليوم عرسك يا سلامين. ألف مبروك يا قديم. ولك رح تتجوز أنت؟ يعني فرحة العمر زي ما يسموها. ألف مبروك يا قديم ألف مبروك. شو هاي بدلتك؟ هاي هاي بدلة جدي الله يرحمه. أخذها عمي الله يرحمه اللي طولها عندك الله يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه. فانا بدي اقصرها عندك الله يرحمه. انا واخوك ما ناخذها. انت عيلتنا عرفتكم عرفتكم. بس بدك تسامحني يا اديب. هاي لبكره. انا اليوم عندي عرس ما بقدر. عرس يا ادم عمي ابو عبدو. يعني انا العريس لازم البس البدله. هو انا معزوم عندك؟ بدي اروح عند ابو انس. اعطيني البدله خلص. هاي نقوط مني لك يا اديب. طيب ارجع لك كمان 3 ساعات بتكون خلصت. عمي ابو عبدو انت محترم. الله يخليك يا اديب. واخ اخ كبير صديق يا حبيبي. اقول لك رح تتجوز يا اديب. والله مبسوط لك يا اديب. انت بخجل بخجل يا حبيبي. طيب ماشي انا مر عليك ساعه ساعتين وبرجع لك بتكون خلصت. يعطيك العافيه يا ابو. اهلا يا اديب. مين رضيت فيه انت؟ خذ له شوي من شعر من هون. مرحبا. هلا والله باديب. مش موعدك ولا احنا في اول الشهر؟ يعني يا عمي يا ابو عبدو بدي التمرين. عمي ابو انس بدي تزبطني. بدي اظبطك يا زلمه. شو بدي اظبطك يا زلمه؟ انت من صف رابع على نفس الحلقه. لا عمي اليوم عرسي. ايش اليوم عرسك؟ والله يا ريت. الف مبروك. الله يبارك فيك. عشان هيك بدي تزبطني يا زلمه. انا مش بدي اظبطك، انا بدي اعمل لك كسحه. اما شو كسحه؟ مش مزحه. تعال اقعد. لا يا عمي بصير احلى بدونها يعني لانه اليوم عرسي. طيب يلا عشان اليوم عرسك انا بدي اقلب لك اياها دندره اليوم. اقعد. هات يا احمد الروب. نعيما
نعم عليك يا حبيبي. بس ما اليوم عرسي. مبروك مبروك يا حبيبي. مبروك يا رب تهنيك. ألف مبروك. بس ما عملنا حمام العريس. شو؟ عشاني وحيد. يا زلمة هسا أحلى حمام عريس. وهاتوا لي أم العريس. هاتوا لي أم العريس. لا لا متوفي الله رحمها. كمان؟ طب وهاتوا لي أبو العريس. وهاتوا لي أبو العريس. لا لا متوفي كمان لأنه يعني. برضو؟ طيب وهاتوا لي أخت العريس. برضو. برضه متوفي. إذا أنت عايش بمقبرة. غيرونا الأغنية. طيب وهاتوا هاتوا هاتوا. هاتوا للعريس. أبو أنس يا بتلحق يا بتلحق. إيش في؟ أبو عبد نفخ وجه ابن عمك. شو بتقول؟ قول. أنا رجع. يا شباب. يا شباب. يا عرسي. يا شباب. يا شباب. يا شباب تعال انا بدي اخلص منه يا شباب هدي لو سمحت ما اقدر حسام يا شباب شو زي شو زي بتزعل هلا روح يا دي روح الله يعطيك العافيه انت واحد والله يا اخوان حصل خير يلا اقعد اقعد يا حبيبي يا هدي هدي حالك عم بنس خلص عشان تمام اليوم عرس يا شباب بدنا ننبسط يلا يا اديب يلا عشان بدي اروح اخذ شوزي من الصالون احمد هات الرغوه نعيمه نعيمه نعم عليك يا رب اليوم عرسي غنوا لي الف مبروك وهاتوا هاتوا 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 للعريس هاتوا محلى بدلاتوا هاتوا ومحلى شعراتوا اخ ولعت ابو عبد يرجع فقع وبكسات شو بتقول؟ والله يلا يا شباب يا شباب يا شباب يا مرسي يلا يا شباب بدنا نطيق بدنا نطيق يا ابو عبد شكلك حاطة لما سمعتك بدك تطيق والله عشان شو زي بدحله يا زلمه عشان هو شو بتعصب اليوم روح انزل انزل خلينا نعي ربي هذا يلا بغرقك يا زلمه الرغوه ولا بدك بس تعبت ولا بغرقك يا زلمه الرغوه ولا بس تعبت بدك استخدم حواتك بس هيك وقف يا زلمه خلينا نعي ربي هذا يلا بغرقك يا زلمه الرغوه ولا بدك بدك عشان ابو عبد ولا بسيطة يا ابو عبد بسيطة شو زي مشكلة بسيطة صارت بدي لأنه حتأخر شوي بوجك عبيت أهلي خد تاكسي بوجك عبيت أهلي لا مش بطلق سوزي احنا ما تجوزناش لسه بس عشان الوقت عند حماتي زعلت شوزي زعلت طبعا تتزعل بعدين انت بتضلكش تهز براسك طلعني يا ابو عبدو طلعني بالطيب يا زلمة بسيطة بسيطة كمل لي حلقة شوالدي ها شوزي ها شوزي لا تهز براسك لازم اطلع فورا الان يلا بدي العب يلا باي خلص لازم اروح الله يسامحك يا عم الله يسامحك عم خلاص يا زلمة نعيما بس يعني يا عمي ابو عبدو ما بصير هيك يا عم ابو ايش مالك الله دمرت الدنيا اطلع لي برا يا دي اطلع لي برا هاك علي يا عمو اسف عشان اطلع لي برا عشان نظارات عشان وين نظاراتك انت هيو طب روح خدهم يلا بس يا عمي ابو عبدو انا زعلان منك شو مالك يا دي يعني لاني عمي اليوم عرسي وانتوا بتدعوا بعض مش مشكله الله يوفقه سيبوا بعض مش مشكله سامحنا يا دي والله يا عمي ابو عبدو ما بصير الغلط والمسبات والدعوة حرام يا عمي ابو عبدو مزبوط مزبوط لانه بتزعل مزبوط الله لا يوفقك عمي يا بابا شو مالك يا ديب؟ البنطلون البنطلون عمي يا بابا معلش يا ديب انت شفت العجكة اللي صارت يعني مرة. يعني عندي عرسي اسمع روق اهم شي تروق ثلاث اربع ساعات هسه بس انا بزبط لك اياها على السريع ما عليك ما بزبط شوزي بتزعل مين شوزي يا زلمة؟ تأخرنا شوزي بالصالون ولعت شو مالك انت الثاني؟ ولعت شو في؟ هيدا عمي عبدو عمي عبدو ام لا تكذب كيف بدك تولع؟ فك السيارة اللي ولعت الحمد لله ما عندي سيارة ما عندنا سيارة الحمد لله سيارة
طمطم طمطم الا مجيل شو كلموزين شو يا خراب بيتك يا طمطم يا خراب بيتك يا طمطم راحت السياره خرب بيتي يا اديب خرب بيتي انا راحت السياره الله ايوه خربت الا مجيل الله يوفقك سربت معي بنزين شو اسوي سربت بنزين بنزين شو ايش راح كهرب هاي كهربات بتفهم قد في السيارات هذا شو زي تفهم قد انت ورا في السيارات شو زي شو زي راح تعصب تاخرنا عليها احكي معها احكي بالصالون يا رب السيارات شو زي بتريح شو المعلم 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 الخرب بيتي راحت شو زي سرفيس بوجهك على بيت اهلك ايه لا لا مش طلقتك احنا لسه ما اتجوزناش بصرت معنا مشكله صغيره خير سكر شو بدي اعمل معي المعلم هذه طب ما بدك وصلنا للصاله انا بتوصلنا تفضل ركب يلا توصلنا ركب ركب يلا ولك وين توصلنا لحق عرسك هسه عرسك يلا يا اديب يلا نطلع باي شيء يا زلمه يلا الله يوفقك يلا وقف مش لازم عسب جيب الدراجه هاي خلونا تاخذنا جيب اي شيء هات وقف سيرفيس يا زلمه والله الله يخلف عليك الله يسعدك الله يا رب حبيبي الله يسعدك شو وين العريس انت قلت لي توسعش غير واحد هو الواحد انت يعني اه انا ليش هيا اجا 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 بده هديب هلا والله هلا بالعريس مالك بده هديب الله يعطيك العافيه غلبي الله يعافيك له ولو شو مالك يعطيك العافيه لولا كان يجينا مشي ولو لا يا اخوي دقيقه كيف يجي ركض وراكم اه ضليت دع يعني لانه لياقتي عاليه الحمد لله صح ما شاء الله عليك شكرا لك حبيبي حبيبي الله يسلمك يا محترم حبيبي الله يخليك اديب انت انسان رائع انت انسان اديب ممكن دقيقه اه تفضل يا اه حبيبي اه الله يسعدك استنى هذول ساعه جيت راكض كان يعطوني كان يعطيني ميدالية على الباب حتى أعطي الحبل اه بالله بتستاهل ميدالية لبسني هاي بس بدي احكي مع سوزي تطمنها انه وصلنا حبيبي ما يلبسني البابيون سوزي اللي هي مين؟ زوجتي الله يخلي لك اياها زوجتي يلا مبارك ابو الدب اديب احلى عريس اي والله احلى عريس والله احلى عريس مع اني متضايق بس خير ان شاء الله خير خير ان شاء الله كل شيء مضبوط ان شاء الله كل شيء مضبوط هو أعطاك تليفون؟ لا خلاه معاه سياف الحقير ألحق لك إياه؟ لا لا شو زي بتزعل هلا يلا تأخرني تأخر خير خير عريس والله عريس والله عريس خير 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 عريس هنا مبسوط مبسوط والله بتجنن مبسوط رغم كل شيء مبسوط وينك أنت؟ حماتي؟ أنت حياتي ليش مسكر تليفونك؟ مش أنا اللي سرقه اللي سرقه مين هو هذا الزفت اللي معك؟ استهدي بالرحمة استهدي صديقي طمطم الزفت راحت والمعازيم مزعوه صارت معنا ظروف خرج عن إرادتي شو ظروف وما ظروف أنا ما بيعجبني هيك طولي فيه حقك علي خلينا نمشي الليلة على خير لأنه خير إن شاء الله وين عروستي حبيبتي؟ راحت تزبط الزفت الميك اب مين هاي؟ معلش تبعت الشعر اتخانقت مع تبعت المكياج اتخانقوا على وجهك يعني ولا؟ عادي عادي بسيطة بسيطة خير 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 أنا ما بيعجبني هيك كل شيء غلط وغلط كل شيء غلط وغلط طولي بالك طولي بالك كل شيء غلط وغلط حماته 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 تعال أنا طنطا بصير ما تعرفيش يعني هن نفوت على الناس بتستنانا وبتطرح ولعت ولعت يا ديب ولعت ها هيها ولعت عشان الدبكه عشان بتبكولنا انت زي القمر سامحني يا رب يلا تفضل انت شو زي راح تكون احلى ليله بحياتنا هلا بتشوف استقبال الناس الا كيف Thank you.
خير 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 يعني لأنه عادي لا تزعلي شوزي لا تزعلي شوفي شوف خبي لي يردني ساعتك قاعدة هون قومي قومي تعال شوزي لا 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 ليه هاي شو ايه راحت الحمام شن دينار والله كثير والله افتح باب سكر باب اطلع درج طق طق بجاب عباب الحارة في سيارة موتورها كحل الشاب طيار اسأل عنه بقول لك واهي تروح على البزنس ولا ملاهي ألماني ألماني والفرنسي والشباني والهندي مش طلياني أكون تبعد مكاني